الأنس يقتضي أن تنهج بذكر الذي أحببته دوما، تحدث عن فضائله، تخبر عن مناقبه في البشر، تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته، تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت. أنت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه، بيتكلم زول تاني تقول والله الشيخ الفلاني ده يعني كلامه سمح، تعال اسمعه للسوق وتوديه لأنه أعجبك، وأنت ذكرته في غيبته بخير لأنك ابتداء أحببته. ولله المثل الأعلى، دوام ذكر. هنا قصة عجيبة جدا في باب الأنس بالله. هذه القصة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه. حدير الصحابي اسمه منه حدير، حاء ودال وياء وراء، حدير. حدير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشقة، فزود الجيش تزويدا فرديا. يعني زمان بيقول الأمير تأكلوا يتلموا ويأكلوا سوا، لكن هنا أدى إيزو الحبه، قال لي ما تأكل معهم بس تأكل برك، وأعطاهم ذات وجبة في اليوم حتى يرجعوا. أنت كان أكلت حق ده كله، تاني مفزول بيديك أي زول مع حبه، وما في زول بيقول لزول الثاني انت عندك ولا ما عندك، لانه اي زول بيذمه. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم شاءت اراده الله ان يزود الجيش كله الا حديرا، ما زوده، ما اداه زاد، اي زول اداه حبه. بقيه الجيش ظنوا ان حديرا قد زود معهم. حدير لما سار في الطريق كم يوم ما اكل، وشق عليه الامر، وعضه الجوع بانيابه، وبدا الاعياء والتعب يظهر عليه، بدأ يمشي في آخر الجيش متعبا، لكنه لم يفتر عن قوله لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، يذكر الله عز وجل وهو في آخر الجيش. فنزل جبريل في المدينة النبوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لقد زودت الجيش ونسيت حديرا، وإنه في آخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنسيته، يعني أنا نسيته، ما قصده، يعني بر إنه ما قصده. فأعد زادا وأعد فارسا من المدينة على فرس يلحق الجيش في الطريق، وأن يصل إلى حدير وأن يعطيه الزاد. غير أنه قال للرجل قال اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول. شوف زود رد الفعل حتقول شنو. فجاء الفارس وأوقف حدير في آخر الجيش وأخبره بأن جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه، وهذا هو الزاد. فقال حدير حمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي. حمد الله يعني مبسوط جدا، الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات، اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. قال له يا الله زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك. الزول ده موضوعه يعني كبير خلاص. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. يا أخي ده لكن زول عجيب خلاص، اجعل حديرا لا ينساك. هو داير ما ينسى الله، هو عارف انه الله ما بينسى، لكن مشكلته انه هو بينسى الله، داير انه ما ينسى الله، هو متاكد انه الله ما بينسى. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال الفارس اخذ الكلام ورجع بفرسه الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بما سمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رايت؟ قال لم ارى شيء. قال اما وانك لو نظرت الى السماء لرايت لدعائه نورا ساطعا. اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك.